أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نبدأ الموجز من نيوزيلندا، حيث أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجدان أمس إلى 50 قتيلا، موضحة أنه لدى نقل الجثث خارج المسجدين تبين أن هناك قتيلا إضافيا. كما أعلنت الشرطة أن اثنين من الذين اعتقلوا على خلفية الاعتداء لا علاقة لهما بالمجزرة. هذا ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارنت المشتبه به الرئيسي في الهجوم على المسجدين. شهدت العاصمة الفرنسية باريس صدامات عنيفة بين محتجين من سترات الصفر وقوات الأمن التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع. وتوعد أحد منظمي الاحتجاجات الحكومة الفرنسية بما سماه يوما لا ينسى في نهاية الأسبوع. إلى ذلك أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال 31 شخصا جراء الصدامات، في وقت قال وزير الداخلية إن 8000 شخص شاركوا بالتظاهرات. قال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الجزائرية الجنرال المتقاعد علي غديري إنه واجه ضغوطات كثيرة للانسحاب من الرئاسيات التي كان من المقرر تنظيمها في أبريل المقبل، لكنه ظل صامدا. هذا وذكرت تقارير إعلامية أن بوتفليقة قد يعلن يوم غد الأحد قرارات جديدة، خصوصا ما يتعلق بالحكومة الجديدة. إلى غزة، حيث أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حركة حماس قد اختطفت مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القطاع رأفت القدرة. كما أعلن تلفزيون فلسطين أن أمن الحركة اقتحم منزل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس أبو ماهر. عقد وفد من الكونغرس الأمريكي لقاء مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق صلاح قوش في الخرطوم، تناول الأوضاع السياسية في البلاد. أكد مراسل الحرة في دير الزور مقتل 13 شخصا معظمهم نساء نتيجة انفجار لغم في بلدة هاريبشة الواقعة في بادية الشامية بريف المدينة. كما نقل مراسل الحرة عن مصادر محلية أن مسلحي داعش قاموا باختطاف العشرات من الرجال والجنود التابعين للنظام السوري من البادية. قال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية لوكالة رويترز إن الطائرة الأثيوبية المنكوبة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة فور إقلاعها من المدرج قبل أن يبلغ الطيار عن مشكلات ويطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع، مما يشير إلى أن الطيار لم يواجه مشكلة في التحكم بالطائرة. حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان من أنهم إذا لم يوافقوا على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفضهم له مرتين، فإن عملية الخروج قد تواجه تأجيلا طويلا وقد تشمل المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي. بدأ الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غويدو جولة في البلاد من فالنسيا عاصمة ولاية كارابوبو الواقع على بعد 170 كيلومترا غرب كاراكاس، حيث تجمع الآلاف من أنصاره واعدا بأن ينهيها في ميرافلويس في إشارة إلى القصر الرئاسي في كاراكاس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.